ده جاي منين ده؟ في كاميرا هنا ولا حاجة؟ لهوي، انا فاكره اني حطهم في العبايه دي عشان دي اخر حاجه كنت لابساها. اروح فين؟ وليد، يا شوف شمس، لام صرفه في ام الغساله دي، ايه مالها الغسالة يا شمس؟ ما بتصرفش، كل شويه الاقيها غرقانه ميه وبتغرق المطبخ. حاضر يا شمس. حضر لك الخير. الو، السلام عليكم يا حبيبي. الحمد لله تمام. بقول لك، بص انا عايز سباك، واحد تاني بس مش اللي انت كنت بعتهولي من فترة ده. الغسالة باظت تاني. الصرف بتاعها بايظ. طيب الله يخليك، بس عشان الدنيا بايظة خالص هنا. ها طيب ماشي، انا مستنيه يا حبيبي اهو. سلام. هون بقى، اروق المطبخ قبل ما السباك يجي. ماشي. ايوه حاضر. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك يا استاذ الحمد لله وليد؟ عامل تمام. ايه؟ انا كنت السباك؟ ايوه طيب ماشي، اتفضل ماشي. يا شمس. شمس نعم، بند عليكي من بدري، معلش حقك عليا. اطلعي بقى عشان السباك جه عشان يشوف الغساله. طب الحمد لله، اقف على ايده علشان مش يبوظها زي المره اللي فاتت. هو لما اقف على ايده هيشتغل بايه هو؟ اطلعي يا شمس، لا اطلعي اله الا الله. اطلعي. تعال يا اسطى اتفضل. ايوه استاذ وليد. بص بقى، الغساله اهيت تمام تمام، تمام الصرف بتاعها مش شغال. تمام شوف بقى كده، ظبط الدنيا وانا بره جنب سيبني منك. سيبني انا عند بدل. لو احتجت حاجه انا جنبك. ها تمام. ده جاي منين ده؟ في كاميرا هنا ولا حاجه؟ مية مية. ايه تمام؟ ايوه تمام استاذ وليد، ظبطت لك الدنيا انا بالله عليك مش عايزك وكله ترجع تمام. لها تاني، يعني لا ترجع لا ماشي لشغلانه تانيه، انما ترجع لا للغساله ان تاني شاء عشان عندي الله حساسيه منك. الشغل هيعجبك، لو في اي حاجه رن عليا يعني، ما تقلقش ماشي، خليها علينا. الله طيب يكرمك، الله بجد يكرمك، والله. الله يكرمك، تسلم، ماشي، متشكرين. شاكرين لي. السلام اتفضل. عليكم. سلام ورحمه الله وبركاته. يا شمس. لا الغسالة تمام والدنيا زي الفل. تمام. تمام زي الفل. لا، المايه اتشالت من عليه طب الحمد كويس، لله، الحمد لله. الحمد لله، راجل نشفها وسمعت، كمان. لا انت سمعت الكلام اللي انت وقفت على ده ايده. انا وقفت على رجله كمان. الحمد عايزة لله، حاجة بس تانية يا يا رب شمس؟ يا رب ما تبوظ تاني. يا رب. ماشي، اغسلي بقى يا عسل بيت، انا ما اقدرش استغنى عنك اصلا. لا حول الله يا رب. ايه يا شمس، الغسالة باظت تاني ولا لا ايه؟ لا يا اوه، بعد الشر، بس انا عماله ادور على الغويش بتوعي مش لاقيه. هوايشك؟ كنت عايزه اروح لبنت خالتي النهارده، وانت عارف ان انا ما بحب اخرج واروح هنا وهنا، بحب البس حاجتي. طب دور عليهم شمس كويس، هتلاقيك شايلهم هنا قلبت شايلهم هنا. الشقه، قلبت الدولاب، افتكرت فين؟ في العبالي في الغساله. يا لهوي على دماغي. لحظه، دماغ متكلفة. ماشي يا شمس، ربنا يهديك. بسم الله الرحمن الرحيم. ايوه لهوي، انا فاكره اني حطهم في العبايه دي عشان دي اخر حاجه كنت لابساها. اروح فين؟ يا لهوي عليا، ولا ده يبهدل الدنيا. يا لهوي يا وليد، يا لهوي يا لهوي، ايه يا شمس فين؟ الغويش مش لاقياه، وانا واثقه ان انا حطها في العبايه بعد ما قلبت الشقه كلها وافتكرت جنبك هنا. يعني ايه مش لاقياها يا شمس؟ مش لاقياه. فتحت الغساله وطلعت انت بتشيل العبايه. الحاجة وبتنسيها على لا لا فكرة. لا لا لا، انا بس انا فاكره ان انا حطها في الصنايعي،
عشان هو اخر حد كان هنا وهو اللي فتح الغساله. يا شمس ما تظلميش، صنايع ايه بس اللي هيدخل ياخد هياخدها منين اصلا؟ انا بقول لك سايباها في العبايه، في جيب العبايه كده وهو في الغساله. ما انا نسيت وحطيت العبايه في الغساله عشان تتغسل، مش في دماغ الغوايش، مش في دماغي. لما انت كلمت معاك افتكرت السباك. هنجيبه ازاي ده؟ اتصرف للغوايش. يا لهو عليا، حسبي الله ونعم الوكيل، في كل سنه يعمل كده. السلام عليكم. لا يا حبيبي كله تمام. بقول لك بص، انا الصنايعي اللي كان عندي هنا اللي انت جبته لي، ده 10 على 10. بص انا عندي حاجه تانية صغيره كده هيعملها لي في الموتور. بس هو تمام، بس هو عشان الراجل ده ايده تتلف في حرير. ماشي، انا مستنيه على طول اهو. طيب تمام، ماشي، سلام. يا ابن الحراميه، يا نصاب، يا نهار ابيض. والله انا فاكره مليون في الميه انا ما كبرتش في السن عشان الزهايمر بتاعي. والله العظيم صدقني انا سايبهم في العبايه، سايبهم في العبايه. قوم ادخلي جوه شمس، حقك. حاضر. طب انا الواد ده لو جبته وطلع مظلوم بقى انا هيبقى شكلي ايه؟ طب اجيبها له ازاي؟ اول ما اجي اقول له انت خدت الغوايش؟ لازم افكر له في حاجه. السلام عليكم. سلام ورحمة الله وبركاته. عامل ايه؟ ازيك يا حضرتك؟ الله يخليك، الله يكرمك. تعالى اتفضل. خير في حاجة ولا ايه؟ لا لا، كان في حاجة عندي بس مشكلة في الموتور من جوه هنا، بس تمام. كنت عايزك تبص عليها. تمام يا استاذ وليد، تمام. يا ايه الناس ديت؟ هي مسهل تليفونات، يا رب نلاقي سلسلة ولا حاجة المرة دي. ده باين عليها مطلوقة هنا. عامل ايه يا استاذ ممدوح؟ الله يخليك يا استاذ وليد. ايه خير، انت جبتنا قعدتنا كده ما وريتناش الشغل على طول ليه؟ ما انا هوريك الشغل. تمام، انا هوري لك الشغل كله دلوقتي. تمام. بص يا ممدوح، اتفضل. انت راجل صح؟ اكيد طبعا. طيب يا ممدوح، انت دخلت عندي عشان تصلح الغساله؟ انا صلحت لك الغساله وعملت لك اللازم، في حاجه صدرت منه وحشه؟ لا، هو انت عملت اللازم بس ما كملتهوش للاخر. طب ايه طيب اللي ضايقك من حضرتي؟ عشان الشركه والشغل وانت فاهم طبعا. كان في دهب في الغساله يا ممدوح. كان في ايه؟ كان في دهب في الغساله يا ممدوح. دهب؟ انت فاهم انا شغال في شركه كويسه وشركه محترمه، ما ينفعش اللي انا ابص لحاجه زي دي طبعا. ما هو عشان انت شغال في شركه كويسه ومحترمه انا جبتك بالاصول وبالادب احسن ما كنت جبتك عن طريق المديريه ولا عن طريق الاسم. لا 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 طبعا، انت اولا راجل محترم وكويس، بس انا عمري ما مد ايدي على حاجه زي ديت. انا معايا شغلانتي وصنعتي الحمد لله، توكلني الشهد كله. طيب يبقى انت كده مصر ان احنا نطلع الذهب في الاسم او نطلعه بقى في الشركه المحترمه اللي انت لا 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 يا استاذ وليد، عشان خاطر ربنا ما تقطعش عيشي. بص انا اللي حصل معايا، انا شفت الذهب وانت فاهم الظروف والدنيا فين الذهب؟ اخلص. طب انا هجيبهولك. هتجيبهولي منين؟ هتجيبهولي منين؟ هجيبهولك دلوقتي، هي ثانية واحدة الذهب هيكون عند حضرتك، واوعدك ان انا عشان خاطر ما تقطعش شكل عيشي من الشركة، لو انا ما جبتلكش الذهب انت من حقك تروح للشركة. تمام، وانا هطلع راجل معاك عشان انت طلعت راجل كويس وما قطعت شكل عيشي. هو انت بعد اللي عملته بتسمي نفسك لسه راجل؟ انت بعد اللي تدخل بيت بتاكل فيه لقمه عيش راجل صنايعي، الناس مأمناك وبتسيب كل حاجه قدامك تدخل، انت كده مسمي نفسك راجل؟ انت لسه بتقول على نفسك ان انت هتطلع قد كلمتك؟ انت اساسا كده بتفقد ثقه الناس كلها فيك. انت اللي زيك ما ينفعش ياكل عيش يخش بيت الناس. اللي زيك المفروض يحافظ على الامانه اللي ربنا سبحانه وتعالى حطها بين ايده، دي امانه الناس بتامنك عليها. اللي يسرق ذهب، يسرق قطعه غيار من حاجه، يسرق فلوس، ما يتامنش اصلا على حد. عندك حق يا استاذ وليد، انا غلطت غلطه كبيره وربنا يسامحني، واتمنى ان انت تسامحني برضو وما تجيبش سيره للشركه عشان انا وانت، يمكن انا انت عملت فيها كده عشان اتعلم لقدام،
وفي ناس كتير ما بتعملش حساب للطريق دوت، وبتبقى معاها صنعة كويسة توكلها لقمة بالحلال ولقمة تملى عليهم كل حاجة حلوة، بيبصوا لحاجات خايبة ما تستاهلش، يخشوا بيت يلاقوا حاجة، يلاقوا زي ما انت قلت قطع غيار، خاتم، اي حاجات كلها خايبة، وفلوس كلها حرام مش هتدوم وهتطير في الهوا. يعني انت بعد اللي حصل معاك ده متأكد ان انت فعلا كده اتعلمت، واللي حصل ده موقف عشان انت تاخد منه درس؟ اكيد طبعا والله استاذ وليد، ده انا موقف انك تطلع حرامي؟ لازم تبقى حرامي عشان خاطر تتعلم؟ لازم الناس تقفشك او تتعلم عليك في حاجة عشان تعرف تتعلم الدرس ده كويس؟ وربنا بعتك ليا، شفت انت قلت ايه؟ هتطلع حرامي يعني ممكن طب بص واحد. يا ممدوح، صلي على النبي، اتفضل على انا الصلاة. هطلع معاك راجل زي ما كنت معاك راجل في الاول، تمام ومش هبلغ شركتك ولا هقطع عيشك ولا هفضحك، عشان تمام اكيد وراك بيت وراك مسؤولية، ربنا سبحانه وتعالى بيستر، انا كمان لازم استر، انا مستني الذهب والحاجة اللي انت خدتها ترجع، بس حاضر لو ما رجعتش اتأكد ان انت وامثالك هيبقى لهم رد فعل تاني. حاضر استاذ وليد. اتفضل يا ممدوح. ماشي. عملت ايه؟ عملت ايه؟ خد الدهب؟ هيجيب الذهب. يعني هو اللي خده؟ اه. يا نصاب يا ابني النصاب، ده ما ناديتش عليا ليه؟ كنت ما سبته من زمان رقبته. وانت ما بصتيش للجانب اللي انت غلطت فيه، هو غلط ان هو مد ايده وخد حاجه مش بتاعته. طب انا حطها ما في هدومه. بصتيش بقى انت للجانب اللي انت فيه، الاستهتار والاهمال اللي انت فيه. انا حطها في هدومه وفي بيتي، ما اعرفش ان الصناعه في هيبقى حرام. الغساله. نسيتها يا وليد، نسيتها. ايه المشكله؟ انت ما بتنساش؟ انا بنسى بس، ده انت على طيب طول كده ناسيه. معلش بقى، حافظي المهم ان هي الحاجه هتيجي. حافظي على حاجتك، عشان الموضوع ده كان ممكن يتسبب في خراب بيتك، ما ايوه تبقيش مهمله. لا حول الله. الحاجه دي بفلوس، جوزك بيقرق بيها ما بيلاقيهاش في الشارع، حقك ما بقى. تحسسنيش ان هي فلوس حرام. لا يا حبيبي، حقك عليا، والحمد لله ان احنا رجعناها. الحمد لله. هو معمل لك عصير ليمون عشان تروح. ما هو الاهمال او المال السايب بيعلم السرقه فعلا. لو صاحب البيت ما كانش مهمل، الصنايعي مش هيمد ايده، بس برضه الصنايعي لازم يركز في لقمة عيشه ويعرف ان دي امانة، ولقمة عيش بياكلها بحلال. يا رب فعلا يكون اتعلم الدرس.